التفسير بغينا نعرفوا طريقه ديال الدريساج ديال الكناري المقنين لي سان سي باغابل الكالوبسيد فيروش خي ياسر الله وفيروش خي اسامه ان شاء الله غادي نوضح لكم بزاف امور الدراري اللي غالطين فيها بزاف بحال اش الامور وقاعده وحده كتمشى على جميع الطيور اشنا هي هاد القاعده بيان سور اصلا ما غاديش تدرسها علاش حيت كانت العلاقه اللي كتجمعك بينك وبين الفرخ ديالك فقط الماكله هادشي كامل اصلا هو اللي كيبني العلاقه ما بينك وبين الفرخ ما غاديش نقول لك هاند ميكس ما غاديش نقول لك سيتاكوس ما غاديش نقول لك نيكتون بيبي بير ما غاديش نقول لك الافانتيا واش الدراري واش الدريات حسن نتومايا معكم ياسر كيف ديما فيديو جديد اش اخباركم الدراري اش اخباركم الدريات نتمنى نتوما تكونوا بصحه جيده لا نتوما لا الحيوانات ديالكم صاط هذا هو الثلاثي سنو سكاي وبيكا بيكا هو الشاف ديالهم هادو هما ثلاثه الوليدات الدراري اللي كنشريت الفيديو اللي غادي يطلع لك هنايا دونك الا ما شتيش حاول تشوفوا تبارك الله راه كبروا الصاط ترى البارح نهارت البلباله في انستغرام على قبل الثلاثه الوليدات كله كيعزلهم هذا درت لهم واحد السونداج مسطي دونك هادو هما الوليدات الا صاد كنتي انتريسي وبغيتي تبقى متبعهم وتشوفهم كل نهار ما عليك غير تدخل الانستغرام تكتب ياسر بلوكس اول واحد غيطلع لك هو انا طوب وان دونك مرحبا بك صاد ابونا وغادي تبقى صاد كل نهار تشوف ستوريات الطريقه كيفاش كنوكلهم كيفاش كنشربهم كيفاش كنتعامل معاهم وراها نايضهم بالبلاصه الانستغرام دونك مرحبا بك مرحبا بك ثم مرحبا بك انستغرام صحاب انستغرام يعرفوني علاش داواشي الو غدراري نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ونستافدو شويه الصاد هادو غادي نخشيهم هنايا تعالوا مكانين ولكن قبل ما نبداو الفيديو غادي نقول لك الصاد دير بوز دير بوز دير بوز دير بوز الصاد وسير جيب شي دكا ولا شي لعيبه تشربها وتريلاكس الصاد مع راسك انا الصاد تاع غنمشي نجيب شي تويجيه نشربو هنا عشيري اسامه صح سور على بركه الله كيف ماشي الدراري الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندويو على كيفاش ندرسيو هذا كيفاش ندرسيو الطير كيفاش ندرسيو كناري مولينا سي با رابير شاكولي كناري كدا 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 ان شاء الله غادي نوضح لكم بزاف امور الدراري اللي غالطين فيها بزاف بحال اش الامور كيوصلوني لي ميساج خويا ياسر راه شناك في الفيديو ديالك راك دير الطريقه ديال الدريساج ديال لي سان سي با راب دير لينا الطريقه ديال الدريساج ديال بيروش دير لينا الطريقه ديال الدريساج ديال كناري دير لينا الطريقه ديال الدريساج ديال كالوبسي ديال كدا ديال كدا ديال كدا شوفوا الدراري خاصنا نتفقوا على واحد الامر مهم من دابا قبل ما نبداو المعلومات ما كاينش شي حاجه سميتها طريقه ديال الدريساج ديال لان سيبارا طريقه ديال الدريساج ديال كالوبسي طريقه الدريساج ديال بيروش طريقه الدريساج ديال الارا كاين الصاد دريساج واحد وقاعده وحده كتمشى على جميع الطيور اشنا هي هذه القاعده القاعده ديال الدريساج الاهتمام زائد التهلو حتى كيفاش الاهتمام زائد التهلو خويا ياسر الاهتمام هو الوقت اللي كدوز مع الفرخ ديالك والتهلو هي الاكل والمبيت ديال الفرخ ديالك نزيدو اصلا نفصلوا الامور ونوضحوا اكثر ندويو على النقطه الاولى اللي هي الاهتمام الاهتمام اصلا كنظن عنده 80% ديال الدريساج الدراري حيت بزاف الدراري غالطين بلي راه الماكله هي الدريساج لا صاد ماشي الماكله هي الدريساج القواعد ديال الدريساج هو الاهتمام هو الوقت اللي كدوز مع الطيور ديالك الا بغيتي تاكد من هذا الامر هذا حاول تشدوا ليد وتبقاو توكلوا وتردوا كارطونه فين ديرو توكلو وتردو توكلو وتردو وشوف الصاد واش غتدريسه ولا لا بيان سور الصاد ما غاديش يتدريسه علاش حيت كانت العلاقه اللي كتجمعك بينك وبين الفرخ ديالك فقط الماكله دونك الصاد هذه ماشي هي الطريقه اللي غادي ننصحك بها هي تكون كتوكلو صافي اهتمام ثم الاهتمام نشد الفراخ لعب معاهم نعطيهم الوقت نوكلهم ولكن نوكلهم ونقلب معاهم نشد معاهم السون نعيط ليهم يجيو عندي نحك الفراخ هادشي كامل الصاد هو اللي كيبني العلاقه ما بينك وبين الفرخ هو اللي كيخلي ان الفرخ يثق فيك يعيش معاك اللحظه ويعطيك داكشي اللي كتسنى منه هذا الثلاثي هذا دونك اللي قلت لك النقطه الاولى في القاعده ديال الدريساج هي الاهتمام والوقت وتلعب مع الفريخات ديالك وتعطيهم اكثر وقت ممكن كنتي في الخدمه حاول ديهم معاك في شي كريطينه تلعب معاهم تشد معاهم السوم كنتي قاري ملي تجي من المدرسه جبد الفريخات وكلهم ولكن لعب معاهم نعطيهم الوقت انا دابا مثلا غير كنكون خارج الزنقه غادي غير الحانوت رق كنخشي الفريخات هنا ونتم غادي نتلاقى مع الناس يسمعوا الهضره نخرجهم مره مره يشوفوا الزنقه بحال هكا نخرجهم للبالكون يطلوا نحطهم في الشرجه بحال هكا بيان سور ما حدهم باقي ما كيطير واش كندير مره مره انا واسامه كنهز واحد جوج كراسه وكنمشيو للطبيعه ونحطوهم بقاو يشوفوا الناس دايزين يبقاو يشموا الهواء يعرفوا يفريكونتيو عباد الله ماشي الفرخ انت بقى ساد عليه في كرطونه وباغي يتدريسه لا صاد دونك القاعده ديال الدريساج النقطه الاولى فيها هي الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام الدراري في
تبني علاقة بينك وبين الفرخ. هذه النقطة الأولى. ندوزو أصلا النقطة الثانية اللي هي الأكل والمكان ديال اللي غيكبر فيه الفرخ. ندويو أول حاجة على المكان اللي غدير فيه الفريخات. بحال هاد الكريطين هاد الدراري بوكس صغيور، كاين اللي كيدير هادي، كاين اللي كيدير صغر منها، كاين اللي كيدير كبر منها. أنا اش غادي نقول لك، كتبان لي هادي مزيانة حيت لا كانت كبيرة بزاف صعيب أن الفرخ يسخن فيها. دونك اللي غادي نقول لك بالنسبة لي بيكروشو بحال هادو، يعني طيور داوات من طار معقوف مقوس. يلا دخلوا دخلوا لي بيكروشو. غادي اصاط دير ليهم كريطينه بحال هذه، دير فيها نجاره، ما عرفتش واش زوين، فوالا راهي نجاره. غادي دير فيها نجاره وغادي تحط الفريخات كيبقاو سخان كيبقاو نقيين. كل يومين ثلاث ايام كتحاول تنقي لهم ديك النجاره اللي لداخل باش يبقاو نقيين. اش غادي دير ملي تجيب لي بيكروشو؟ سي باغاب، يلا بسيط، مولينا لي روشاكوليي لي بيروش لي بيكروشو كاملين، كريطينه نجاره، وغادي مره مره كيف قلت لك تبقى تنقيهم. نجبد نوكل الفرخ، لعب معاه، نشد معاه السون نردو، نجبد الفرخ نوكل نشد معاه السون نردو، متفقين؟ دونك هذا بالنسبه للمكان اللي غادي يكون فيه الفرخ. اجيو ندويو دابا على الماكله. خي ياسير اش غادي ناكلو؟ خويا ياسير شنو الماكله اللي مزيانه؟ ما غاديش نقول لك الهاند ميكس، ما غاديش نقول لك سيتاكوس، ما غاديش نقول لك نيكتون بيبي بيرغ. صراحه نيكتون بيبي بيرغ من لي برودوي اللي واعرين بزاف، كنصحك انك تجربهم. ما غاديش نقول لك الافانتير، ما غاديش نقول لك سيرينوس، كلهم شي هادو كاملين خدامين الدراري، وتقدر توكل بهم الفريق ديالك بدون مشكل، ما كاينش غرام ديال المشكل. توكل بهم هادو. كاين دراري اللي كيسولوني خي ياسير الخلطات خويا، واش ندير الحماص، واش ندير البصله، واش ندير الفول، واش ندير العدس. خويا انا بلا ما تسولني هذا السؤال هذا خاطيني هذا الشيء الدراري، ما كنبغيش نخدم به حيت عارف انا العواقب ديالو، ودويت عليها بزاف المرات والفيديوهات. دونك الله يجعل البركه. اللي غادي ننصحك هاند ميكس، سيتاكيوس، سيرينوس، افانتيان، نيكتون بيبي بيرغ، هادشي كامل الدراري خدام. عزل واحد على حسب البيدجي ديالك، كاين اللي غالي كاين اللي رخيص وكذا، وخدم داكشي اللي تقدر عليه. ثاني حاجه غادي تحتاج سوران، غادي تحتاج سوران بحال هادي، ولا ديال جوج دراهم، ولا شوف نتايا على حسب البيدجي ديالك بحال هادي، وتوكل بها. دونك غتخلط هذاك الميلونج ديالك، تخلط تخلط تخلط، ودير السوران وتوكل، دير السوران وتوكل، دير السوران وتوكل. غادي توكل كل 4 السوايع، كنأكد كل 4 السوايع تجي توكل لوليدات. ما حد الفرخ غادي كيكبر وانت غادي وكتعقد ليه الماكله. ملي يلاه غتجيبو خاص الماكله تكون جاريه شويه، جاريه باش ما ديرش ليه القبض. غادي كيكبر الفرخ غادي وكتعقد ليه، غادي كيكبر الفرخ غادي وكتعقد ليه. دونك الدراري قلت لكم الطريقه دابا ديال الدريساج ديال اي طائر ديال لي بيكروشو، اولا هي انك تجيب الفريخ تجيبو صغير، الاهتمام ثم الاكل والمبيت، يعني الاهتمام بالدرجه الاولى الدراري، انك تهلا في الفرخ، تشد معاه السون، تلعب معاه، يعني تكون علاقه بينك وبين الفرخ، ما تكتفيش العلاقه ديالك ما تكونش مقتصره على الاكل فقط. هذه النقطه الاولى. ثاني حاجه غيجي الاكل الدراري اللي هو يا سيرينوس، سيتاكوس، هاند ميكس، نيكتون بيبي بيرغ، افانتيان، هادشي كامل الدراري خدام ومزيان، كيبقى لك غير انت تعزل اللي بغيتي وتخدم بهادشي. ثالث حاجه اللي قلت لكم هي الكريطينه البوكس صغيور اللي غادي دير فيه لي بيكروشو انسيبارابل، كالو سيت مولينا، بيروشاكوليي، بيروش، هادشي كامل تقدر الصاد ديرو في الكريطينه، ودير لي شويه نجاره وتبقى غادي معاه. وقد ما كانت الكريطينه صغيره قد ما مزيان كيدفى فيها الفرخ بخير وعلى خير، ودير نجاره، نجاره تكون كثيره شويه. دابا غندوزو لي كاناري، لي موندارين، المقنين، لي بيك دغوا. هاد الطيور هادو كيف ما كنعرفو الدراري المناعه ديالهم على قد الحال، الصحة ديالهم على قد الحال، الحرارة أولا الكيبين ديال لا شالور أولا الحفاظ على الحرارة ديال الجسم ديالهم كيلقاو فيها شوية صعوبة. ما غاديش نديرهم في النجارة ونخليهم باردين، لا. عرفتي العش ديال الكناري؟ العش ديال الكناري غادي دير فيه القطن وتحط فيه داك الفريخ، وممكن الصاد كاع تغطيه بالقطن، ما كاينش مشكل باش يبقى دافي سيغتو الأيامات الأولى. إمتى غادي تاخد الفريخ ديال الكناري؟ غادي تاخدو الصاد ملي الله يطرطق الريش ديالو، تاخدو ديك الساعة وأنت تكلف بالأكل ديالو. ياروس بقى توكلو توكلو توكلو، كيف ما قلت لك الاهتمام والاكل، الاهتمام هو الاول. وهكا غادي تكون انك درتي واحد العلاقه، كسبتي الثقه ديال الفرخ ديالك، وغادي يشد معاك الخط في الدريسا. بوتيكو، يا سلام يا سلام عليك يا حنان. دونك الدراري جبونس انني وضحت لكم الصوره. لا باز اولا القاعده ديال الدريساج عباره على اهتمام زائد اكل زائد مبيت، فين كيسكن البرك فوالا. دونك الدراري هذه هي الطريقه اللي غادي نقدر نقول لك انك تدريسي بها اي طائر، اي فرخ شتي بغيتي تدريسي، هذه هي الطريقه. حيت ما كاينش الدراري طريقه ديال الدريساج ديال هذا وديال هذا وديال هذا. انا كنظن انا قاعده وحده، وصراحه انا شي جربته، كيف ما خدمت مع هذا، كيف ما خدمت مع هذا، كيف ما خدمت مع الكناري، بان لي هادشي الساط عادي، وما كاينش زعما شي حاجه اللي زايده عند الكناري وما كايناش عند هذا. كيبان لي هادشي بسيط، هادشي ساهل، قال لي ما بغاش. هذا هو البلان الدراري، اللهم بارك.
الدراري كلشي اللي قلت لك اصاط هو باش خدام مع هاد الثلاثه هادو نديرو شي محاوله او الله سنديرو اجي بيكا يلا خليها الو والله الدراري نتمنى انكم تكونوا استفدتوا تكونوا عرفتوا حلينا المشكل ديال خي ياسر حيت بزاف الدراري لي ميساج كيوصلوني خويا ياسر درتي لنا طريقه غير ديال لاسيبار ورينا عافاك الطريقه ديال الكناري وديال المقلين وديال كذا نتمنى اننا نكون جاوبتكم حليت لكم المشكل وعرفتوا اصاط كيفاش تتعاملوا مع اي طائر بغيتو ديريه نتمنى اصاط تكون استفدتي عجبك الفيديو ما تنساش الا عجبك الفيديو خلي لي لايك خلي لي كومونتير كان معكم خوكم ياسر سلام سلام على أسامة ألو ألو الله الدراري بيس.